الخبيثة والفاشلة التي لم ولن، أنا أقول لم ولن نتحصل على شيء، لم تجتمع القوة الكاملة المشتركة ما بين المنخرطين هذه الجمعيات السكنية. ضحايا كثر في هذه المدينة، هذه ضحايا الجمعيات السكنية، يعني دائرة بالعيون من شرقها إلى جنوبها ومن غربها إلى شمالها. من ما دخلتوا في العيون الشرقية إلا وكتلقاو واحد جمعية سكنية ولا تجزئة غير مكتمل، ويعود السبب في ذلك إلى سوء التسيير ديال المكاتب ديال هذه الجمعيات السكنية. كاين منهم اللي راهم في المحاكم كجمعية الضحى للسكن، اللي يعني الآن وصلت واحد المرحلة ديال في المصادر ديالها يعني في الابتدائي. عوض ما نجيو نتكلموا في المدينة ديالنا على التنمية وكيفية المساهمة في تنمية المدينة، احنا كنجيو هنايا كل عام كنتباكاو على الفلوس ديالنا اللي ضاعت. احنا بالنسبه حنايا الاراضي اللي ندارت عليها التجزئات كلها تقريبا اراضي سلاليه، وكانت مشات بواحد التفويتات غير قانونيه. كاين اللي كيقول لك اقتناء، ما كاينش اقتناء. الداخليه كتقول لك بلي هادشي اللي واقع في العيون سيدي ملوك هو خرق للقانون، ولحد الان مازال ما لقاوش الحل لا الاخوان اللي دايرين التجزئات ولا لينا حنا المتضررين، لان حنا اللي حنا السلاليين السلاليات اللي كلاو الدق مزيان في هاد الاخر. العيون مش غادي نقول لك فيها بزاف ديال تشركت فيها مزيان، لان داخله فيها ادارات وداخله فيها داخله فينا الموظفين والاخر. حنا عندنا الاثبات باللي كاينين تورط بعض المسؤولين هنا في العيون سيدي الملوك. الاخوان اللي كاينين هنا ضحايا العقار، لانهم هذه سنين متعدده هذه التجزئات ما خرجتش للوجود، راه غادي نبقاو دائما في حلقه مغلقه. السلام عليكم. جمال العرج، عايش في فرنسا، واحد من المتضررين ديال جمعيه الضحى. بالمناسبه فالعيون الشرقيه هي معقل ديال التجزئات السكنيه الفاشله، اللي ما يفوق 10 تاع التجزئات حابسه منذ تقريبا منذ 2004. كاين البركه في 2004، الشروق، النسيم، السعاده 2008، الضحى 2007، شيء هادشي راه حابس. وكنشوفوا بان الناس بدات تهرب، يعني حنا مش عليك الناس بدات تهرب من هنا، بغات تدي بوحدها باش تبني دارها، فاذا بها كتسنى اكثر من 15 سنه. وفي التالي صافي رجعوا ليا، سمعوا الناس هادو ودابا كيسكنوا وجده، يمشيو يبنيو في السعيديه، يمشيو يهربوا من هذه البلاد هذه. هذا هو المشكل في هذه المدينه، التنميه واقفه بسبب البناء. وكما كنعرفوا البناء مي كيكون البناء كيخدم كل شيء، يخدم النجار، يخدم السدور، يخدم أغلبية تاع المنخرطين فهم مغاربة العالم، يعني المنخرطين المتضررين تاع التجزئات هم مغاربة العالم. كاين ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، كاين كندا، أمريكا، ولكن الله ما قدر هادشي، ما بقاش يعجب، ما بقاش يعجب، وما فهمناش هادشي. حنا كنطالبوا جلالة الملك نصر الله أنه يرسل لنا فرقة وطنية لهاد البلاد. دروك خصنا الفرقة الوطنية تبحث في هاد المواضيع. علاش التجزئات راه حابسة؟ علاش التجزئات راه حابسة؟ ما فهمناش. معكم معزوزي عبد القادر من المبادرة ديال ضحايا الجمعيات السكنية بالعيون الشرقية. احنا دايرين هاد الوقفة الاحتجاجية اليوم، يعني كل سنة كنديروا هاد الوقفة الاحتجاجية واللي كتنظمها هاد المبادرة ديال ضحايا الجمعيات السكنية بالعيون الشرقية، لان هذه المناسبه كنديروها كل سنه، لان كيتواجدوا هنا الجاليه، واكبر متضرر من هذه الجمعيات السكنيه الحبيسه هم هذه الجاليه التي تاتي مره كل سنه. وكنبغيو نديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه تعبيرا عن رفضنا، وتعبيرا عن يعني سخطنا لما وقعت ولما آلت اليه الاوضاع، يعني من خراب لهذه الجمعيات السكنيه الحبيسه، واللي كل سنه كتزيد خرابا عن خراب. حنايا هنا جينا باش نعبروا على الموقف ديالنا الرافض لما آلت اليه الاوضاع، خصوصا في المحاكم، التي خصوصا في المحكمه ديال توريرت اللي وصلت غير للتسويف. الان ايضا من 2018 حنا رافعين دعوه، ومازال عاد ما وصلناش حتى الحكم ابتدائي، في حين ان جمعيه السعاده مثلا بالنسبه لجمعيه الضحى، جمعيه السعاده اللي جات مورانا رفعت دعوه، ويعني وتحكمت لها، يعني وحكمت على هذا المكتب هذا اللي داروا خبره ماليه وبينت على ان كاين مليار و300 مليون ديال السنتيم اللي يعني مشات بدون حجاج.
وأدانتهم المحكمة بثلاثة سنوات سجنا وإرجاع الأموال لرافعي الدعوة. الآن هما استنفوا وراها المال القضية في الاستئناف. مثلا حنا عندنا يفوق الألف ضحية في الضحى، جمعية الضحى للسكن. مثلا جمعية السعادة يفوق العدد 318 ضحية. فبطبيعة الحال أموال نهبت من دون وجه حق، وتصرفوا في هذه الأموال هذه يعني بواحد الجشاعة اللي يعني مشات فيها أموال. طلبوا ما يكونش هناك ملحق ويكون هناك موظف. فيما يخص جزيرة الرياض خص يكونوا كاملين يعني منخرطين على حد سواء، حتى في الدفعات يكونوا متساوين في الواجبات والحقوق. هناك تفرقة في جمعية الشؤون الاجتماعية فيما يخص الشق ديال جزيرة الرياض، هناك تفرقة. وبالعيان واضح أنهم إعلان داروه وفي الجمع العام طالبوا أن الموظفين يدفعوا 5 مليون كحد أدنى، في حين أن الملحقين خصهم يدفعوا 8 مليون، وهذا غير قانوني وغير جائز. هذا هو اللي كنشوفوا حنايا من خلال هذه الوقفه. كاين ايضا هناك تجزئات اخرى فيما يخص تجزئه السلامه للسكن، هو سكن اجتماعي، يعني مازال الامور عاد كتذبذب ما بين رافض وما بين يعني كيقبل الاخر، لان مجموعه من الاراضي اللي مازال ما تبناتش يعني كسكن اجتماعي. كاين ايضا جمعيه البركه اللي الان حبسه اكثر من 20 سنه، كانوا جمعوا توقيعات وداروا جمع عام وداروا مكتب، ولكن رافضي ديال هذا الاخر يعني طعنوا عن طريق المحكمه في هذا المكتب، ووافقت المحكمه على الطعن، والان اصبحوا ايضا يعني بدون مكتب، وهما عندهم فراغ قانوني الان، يعني ما جمعيه بدون مكتب. الان كيحاولوا عاوتاني يجمعوا توقيعات باش عاوتاني يديروا جمع عام باش عاوتاني يديروا يعني مكتب، وهذا يعني زايد غير يعني في ضياع الوقت، وما درنا حتى شي حاجه. هذه الجمعيه تدور العيون كامله، والعيون ما فهمناش يعني حتى المجالس يعني ما عندهاش واحد الدور فعال. هذا هو اللي كنطلبوا من السلطات ومن المجالس، انهم يوقفوا مع هاد الضحايا هذه ويشوفوا الحل الانجع من اجل انجاح هذه الجمعيات الحبيسه، وكل واحد ياخذ البقعه ديالو. وانا متاكد الا نجحوا هذه الجمعيات السكنيه غادي تعود بالنفع على المدينه ككل، لان احنا اولاد المدينه وعندنا غير على هذه المدينه. احنا دائما كنشجعوا، درنا عمليه تشجير، درنا بزاف ديال المسائل اللي غير باش ننهضوا بالمدينه، ولكن ما كاينش واحد التجاوب كبير من طرف لا المجالس ولا السلطات.